نزل الإيطاليون من شمال البلاد لجنوبها إلى الشوارع والساحات بعد فوز منتخبهم الوطني بكأس الأمم الأوروبية لكرة القدم على منتخب إنجلترا بركلة الترجيح. وقال الرئيس سيرجيو ماتاريلا: نحن ممتنون للغاية للمدرب روبرتو مانشيني واللاعبين الذين مثلوا إيطاليا بشكل جيد وشرفوا الرياضة. وانطلقت الألعاب النارية والموسيقى في شوارع البلاد بعد الفوز، ولوح المشجعون السعداء بالأعلام وغنوا في أمسية حارة بعد المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب ويمبلي في لندن.